وطن ويا باشا عامل ايه؟ انت بتهتم بالرياضه قد ايه؟ بهتم بالرياضه قد ايه؟ اوقات واوقات، ساعات العب رياضه واهتم واظبط كده، وساعات بكسل واقعد على الكنبه. بتعرف تلعب رياضه بالبدله ولا لا؟ اعرف العب رياضه بالبدله؟ لا انا مش ما تيجي نجربها، تعال نجربها مع بعض. يلا 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 ماتا. لا انسى انسى، هنعمل من نفس ده، انا بتنفس بعرق. طب قول لي بقى، المهرجانات مهتم بمهرجانات الايام دي ولا ايه؟ بص، هما يعني بيبقوا مهرجانين او ثلاثه في السنه، انا قليل الظهور، فبتبقى بالنسبه لي حاجه حلوه، بشوف الناس والناس بتشوفني، بعمل لقاءات حلوه زي دي كده. نورنا يا اسلام والله، انا مبسوط بوقارك ده. بتسمع مين في مهرجانات الشعبي؟ بسمعهم كلهم يعني، لما بيبقى في اغنيه حلوه بسمعها، بس اكيد يعني ما ليش مطرب. في واحد بقى مكسر الدنيا الايام اللي فاتت دي، شايما جان 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 جان، ده اسمه ده. بص الشباب يعني مخنوقين من نجاحه بطريقه مش طبيعيه. اسماء في بقى في منى بقى طالع. بص انا حاسه بالاحباط لما الراجل ده نجح، مش عارف ليه. طب ادينا يا جدعان كوبليهين كمان من شيماء او حاجه على ايه. شيماء جا 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 جا، في حاجه ثانيه. طب اسلام كده، اسلام جان 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 جان، بس يعني الموضوع سهل وكده، تعمل الترند اتنين جا جا وخلاص. نورتنا يا اسلام.